Ah, vous avez le Christian, un peu plus vous, de votre attention, notre live de thé. Chakir, Fatal Sahali, Goulinzi, Goulinzi, Gougagar, et connu que nous nous sommes sympathiques. Fazine à l'eau, Olo, c'est d'aïne à l'eau, Rudou, Wahad, Oura, Wahad, Jou, Allah, Gagar, Yakobo. Nous nous jouons, nous nous l'assez, de terre, Bégal, et Mbé, d'elle, Gagné, ou les Ishta, ou les Mathe, le Fogel, Mas, Khamis, Hamma, Wazet, Abba, Isam, ou Iyet, Bouchnek, ou Gassé, Tounaya, Hosno, Ferraja, Ardei, Eli, Yuki, ou les Sih, ou les Shahad, ou les Dih, Menad, Hazb, Amir, le Kulu, Yakab, les Zizel, Bouli, Haja, Naka, Hamal, Hamami, Zizel, Avaya. أولا هذا الزلزال يتم داخل خطورة شرعية لذلك فالزلزال هو مناد جميع صحة شربتكم ومرحبا بكم في موعد جديد مع الزلزال ضحيتنا اليوم هي نائبة بالمجلس التأسيسي سونيا تومي أبسط شيء للحكومة التونسية إلى تكرم شهدائها وتعمل لهم دار للشهيد هي أمور رمزية في كل ولاية يلتقي فيها الشهداء في كل مناسبة على الأقل اللي جيت على أساس حوار هو الأول ليها في إذاعة مزيك وكانت مرفوقة بزميلتها النائبة يمينة الزغلامي اللي قعدت معنا في الكواليس دقيق جدا على الأقل ما تكون إجابتك باش نقدمها هي زميلة هي سياسية كذلك شخصيتها عفوية تلقائية نجحت في حين عجز غيرها عن التألق أحبها الملايين من التونسيين عباراتها بليغة لغتها سلسة طريقتها في الألقاء انفردت بها فكانت مرأة استثنائية في المجلس الوطني التأسيسي بارك الله فيكم تحية للسادة المستمعين وتحية للشهداء الحوار كان عفوي كما عودتنا سونيا تومي الوضعيه كاينها بالحق معناتها عرس كبير معناتها لحظه تاريخيه كبيره ياسر احنا باش نعيشوها بعضنا اخيرا معناتها وصل الدستور معناتها باش نناقشوه في الجلسه العامه معناتها فجاه معناتها تجي تتبلبز معناتها ما تجيش عباره على عرس واحد ماشي مكيي برفيمي شيخ في عرس في جي عبد يفزد عليك معناتها خاطر هو مش راضي معناتها بالعرس هذا ما تجيش عندي بيت عجب ياسر بالطيب المتنبي عندما يقول معناتها أرق على أرق وقل من يأرق وجوا يزيد وعبرة تترقرق جهد الصلابة أن أكون كما أنا عين مسهدة وقلب يخفق في الحقيقة معناتها مش أقول شعر ولا حاجة يريد نسمعوا قصيدة الألم اللي باش ترجعنا 17 سنة لتالي قصيدة هذه معناتها هي كانت لحظة ميلادي كشاعرة يعني وقت اكتشفت نفسي هي لحظة ميلادي معناتها كشاعرة أول مكتبتها ديما تقعد عندها معزة خاصة معناتها في قلبي كتبت بعدها الكثير فهمت وليت توقف نقراها نقول كيفاش أني سنة تكتب قصيدتك من هكا معناتها بعد 20 سنة إنسان ينضج فكريا معناتها وفي مخه وفي تجربته لو كنت أنا كانت صادقة لأنك عشتها إي يعني بالحق معناتها تبع عودها ألم الألم أتألم ولا أتكلم أتكلم ولا أتألم ولكنني أتألم وأتكلم لكن أود أن أتكلم أن أقول أتألم فلا أستطيع ليس جبنا ليس خوفا ليس رهبة ليس وألف ليس قد تكون رغبة مكبوتة محجوبة تبعث في حزنا أبديا وتجعلني أتألم ولا أتكلم وتجعلني أتألم ولا أتكلم أثناء تفاعل ضيفتنا مع قصيدتها المشهورة ألم ألم صارت الرجة صغيرة الأولى واللي فاجأتها أعشقك يا ألم يا منبع الإحساس عندي بالوجود أكرهك يا ألم يا مانعا عني الإحساس بإحساس غيرك لكم أود أن أدوسك أن أقضي عليك لكن محال 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 لأنني أنا الألم فهل يمكن أن أدوسني أن أقضي علي أنا ألمي وألمي أنا فمتى يكف الألم وينزع عني غطاء الكفن شكرا اثرت فيا برشا معناتها بالكلمات نتاعك بعد الشهر عادت النائبه للحديث على المجلس التاسيسي وتجاوزت خبر حدوث الرجا الخفيف وكالعاده باش يدخل ناجي زعيري لقراءه بلاغ ياكد فيه حدوث رجات رايق بسيط معناتها كان سبحان الله الطبيعه والسماء غضبوا لما حصل يعني في جلسه امس يعني خاطر بالحق معناتها كل ما يجي الشعب يفرح معناتها تغتالوا فيه الكلمات ويغتال فيه الفرح يعني بالتشويش والتهريج معناتها سونيا تومي زعما كيفاش باش تتعامل مع الزلزال اقعدوا معنا بعد الفصل الحوار مليء بالديمقراطيه ومليء بالتوافقات اذا انتم الان على المباشر على الزلزال